هو عشان ولكن يعني طبيعه الماتشات او اسم مختلفه، لان مع الاهلي كان بيلعب نوك اوت رايح جاي، كسب المباراه الاولى كان عايز يكسب وقت في المباراه الثانيه، خاصه في بدايه المباراه. انما الموضوع المجموعات ممكن يكون يعني يتحسب بشكل مختلف. انت شايف ان بيراميدز عنده فرصه كبيره ان هو يقدر يصعد من المجموعه دي، ولا ممكن الخبرات في افريقيا بالنسبه لمازيمبي ترجع كفه مازيمبي؟ لا بالعكس، انا شايف ان بيراميدز عنده فرصه كبيره ان هو يصعد، بس في فرق كبير قوي ما بين بيراميدز في وجهه نظري. يعني بيراميدز فرقه كبيره وكويس ان هم كسبوا اول ماتش. الفرق في فرق كبير قوي ما بين سان داونز وما بين بيراميدز، بمعنى ان سان داونز عندها سيستم لعب. زي ما انا اختلف مع هشام في حاجه، بس ان انت هو بيتكلم في حته ان هو في الاهلي ممكن يبقى كان متحفظ شويه او حاجه. انا بحس ان سان داونز بيلعب جوه بيلعب بره، ايا يعني كان بيلعب مين هو عنده سيستم لعب بينفذه. فمش فارقه بقى نوك اوت، مش فارقه بيلعب فين، هي دي القصه بتاعته. يعني هو كده كده بيلعب بسيستم لعبه معين. وانا بقول ان ماتش بيراميدز هنا في مصر سان داونز وبيراميدز هيبقى صعب قوي. يعني هيبقى صعب قوي على على على, على بيراميدز، عشان كده كده سان داونز هتيجي تلعب مفتوح، وكده كده هتبقى عايزه تاخد الثلاث نقط. انا بقول ان المنافسه هتبقى ما بين بيراميدز ومازيمبي. الماتش الجاي مين؟ هم مع بعض هيلعبوا هناك الساعه 3 في سان داونز. فده صعب قوي، يعني ماتش صعب. انا بقول الواقعي يعني الواقعي البيراميدز ان هو يبقى بيفكر في المركز الثاني. طبعا يا رب يطلع الاول، طبعا وكلنا نتمنى انه يطلع الاول، بس الفروق الفنيه والفروق كخبره وككل حاجه، الفرق ما بين بيراميدز وسان داونز كبير قوي. لا بس انا متفق معاك، لما كنت بتكلم على بيراميدز بتكلم ان هو يصعد، لكن انا حاسس ان سان داونز هيتصدر.